مساء الخير. طقس الصيف المعتدل والمتقلب اللي شدناه رح يعود إلى الاستقرار اعتباراً من ليلة، ولا بكرة جونا غائم جزئياً مع استمرار تشكل الضباب على الجبال. وهلأ رح نروح بجولة على بعض المناطق اللبنانية لنشوف سوا كيف رح تتسجل درجات الحرارة لبكرة. نبدأ من شمال عكار، عم بتسجل 28 درجة، طرابلس 31، العاصمة بيروت والصورة عم بيسجلوا 30 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 32، اللقلق 20، الزحلة 31 وجزين 27 درجة. نسبة رطوبة ساحلاً عم توصل لل 75%، الريحة السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا مثل ما سبق وذكرت غائم جزئياً مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، أما ساحلاً فبتسجل 30 درجة. للخميس والجمعة جونا بتبع صيفي معتدل غائم جزئياً مع استمرار تكون الضباب على الجبال المتوسط الارتفاع ودرجات الحرارة بترتفع بالداخل وعلى المرتفعات، وساحلاً بتسجل 31 درجة. للسبت جونا غائم جزئيا معتدل مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا على 31 درجة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.